وليد جنبلاط كيف كانت علاقته؟ وليد ما كان موجود، كان كمال جنبلاط. جنبلاط بعد ما ورث يوم نهار ما استشهد كمال جنبلاط، كنت أنا وميشيل النمري بإيطاليا راجعين من مؤتمر اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في تونس، وجانا الخبر على قتله هناك، والعدي والصهيوني لم يقتله، اقتلوا العدو الأكثر صهيونية من العدو الصهيوني اللي قتلوه، الأكثر نعم. الأكثر صهيونية نعم. معروف. والله أنا كنت معظم أيام الأحد بعض الأحيان أروح على المختارة حتى أني أسمع منه، أقعد شايف كصحفي وإنسان أشوفه، وكنا من عندما الاعتصامات وأنه إحنا يعني صايمين عن الأكل، كنا نصمت منها الحمص والفول لمندوخ ونروح على الاعتصامات. هذول لما الألمان الغربيين طردوا مجموعة من الأخوان الفلسطينيين من شبابنا ومنهم ناس قياديين يعني اللي صاروا، فكنا نجي بالجامعة العربية، بالجامعة مش جامعة الدول العربية، الجامعة شايف الجامعة العربية ببيروت فنروح نجتمع قدامه، كان يجي كمال جنبلاط. كمال مسكين يا أخوان أنتوا صايمين وكذا لا تفطروا، يعطينا تعليمات كيف نفطر. بقى قلت له يا أبو وليد صمت ومن هالفول لما مات ولا قبل